هننتقل بقى للمباراه نفسها. وكابتن فوزي احنا واخدين على حضرتك في تحليلاتك الصبح بتكون يعني عقلانيه جدا ومنطقيه جدا. احنا دلوقتي اتكلمنا قبل كده وتوقعنا بين الاهلي وبالميراس والسير، وحضرتك كنت منورنا قبل المباراه واتكلمنا وقلت لنا دي مباراه هتبقى صعبه ولكن في امل. هل نقدر نقول المره دي في امل؟ وهل نقدر نقول لو في امل فعلا ايه النقاط اللي احنا المفروض نشتغل عليها من دلوقتي؟ طيب بدايه هي مباراه صعبه جدا، اصعب من اي مباراه عدت. انا شايف انها اصعب من المباريات السابقه لاسباب كتيره جدا. اولا الديربي بين مصر والسعوديه، ثانيا الديربي بين الهلال الكندي وبين النادي الاهلي الكندي وبين العرب كلهم مجتمعين، دول احسن ناديين موجودين في العرب. ادي نمره 2. نمره 3 كان في زمان بطوله اسمها البطوله الافرو اسيويه بتقام ما بين بطل افريقيا دوري الابطال وبطل اسيا دوري الابطال، فده يعتبر استنساخ ليها بصوره دوليه. نعم. اعتقد ان الثلاث نقاط دول نقاط كبيره جدا. المباراه ليها حساسيه خاصه. الهلال عمره ما خد برونزيه، احنا خدناها مرتين الحمد لله. عندهم تيم دافعين فيه جايبينه ب 34 مليون يورو في شهر وما حققوش بيه حاجه، يعني مش اول وثاني، فعلى الاقل يقول لك ايه الحق ابقى ثالث. وسبع محترفين كل واحد فيهم زي ما بيقولوا في مكانه حاجه كبيره، واداء كويس امام تشيلسي. يعني احنا بنحاول نجيب التاريخ برضو القريب. لا والجزيره ولعبوا ماتش كويس قدام الجزيره وتشيلسي كانوا كويسين جدا اخر 40 دقيقه او اخر 35 دقيقه، فهم فرقه كويسه وفرقه محترمه.